هعمل لكم سلطه الفريك اللي بالتفاح. تعالوا نشوف مقاديرنا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي طبعا الفريك نفسه، عندي فريك مسلوق، عندي تفاح اخضر بيبقى مزه شويه بيبقى حلو قوي في السلطات، عندي كرامبري، بقدونس، بصل احمر، ملح وفلفل، عين جمل متحمص، زيت زيتون، عصير ليمون. طيب زي ما قلت لكم سلطه سريعه ولذيذه. عايزين اول حاجه بس نقطع التفاح، وبعدين هنزود المقادير كلها على بعض. قبل ما نزود اي مقادير على بعض انا هحط هنا في البوله اللي هخلط فيها كل حاجه شويه زيت زيتون، يعني معلقه كبيره تقريبا، وهحط عليها كمان شويه ليمون، عصير ليمون، هحط عليهم البصل المفروم، وشوية ملح وفلفل، هقلب الصوص ده مع بعضه. ده الدريسنج بتاع السلطة نفسه. أنا عايزة أنزل فيه دلوقتي الفريك عشان يمتص الطعم بتاع الصوص ده عبال ما نكمل بقية المقادير. هنزل الفريك فيه وهقلبه مع الدريسنج كله بقى هيمتص طعم الزيت، الزيتون والليمون والبصل. هنسيبه في الخليط ده لحد ما نخلص بقية المقادير. تعالوا بقى نقطع التفاح. قبل بس ما نقطع التفاح تعالوا نبص بس على الفرن نشوف السمك اخباره ايه. السمك ابتدى يلون قدامه، يعني خمس دقايق كمان هبقى ما نخلص السلطه. هنقطع التفاح زي ما قلت لكم. ليه مستعمله زي ما قلت لكم التفاح الاخضر؟ عشان بيبقى حادق بيليق قوي على السلطات، رغم ان انا برضو بحب الاحمر في السلطات، ما عنديش مشكله يعني يبقى حادق مش حادق، بس في ناس بيبقى عندها مشكله بتحب السلطه تبقى ما فيهاش حاجه طعمها حلو. نزلها بقى فوق الفريك اللي احنا نقعينه. اعتقد كده كفايه. ننزل بقى بقيه المقادير كمان. هنزل البقدونس، عين الجمل المتحمص، والكرامبريز، وهقلب بقى كل ده مع بعض كويس. احنا اوريدي كنا حاطين الدريسنج، فكل الخضار ده هياخد من طعم الدريسنج اللي كنا حاطينه على الفريك. نقلب السلطه، سلطه الوانها حلوه وبنيتها الغذائيه كمان عاليه. تنفع جدا مع المشويات كمان، غير السمك تنفع مع المشويات تبقى حلوه قوي. نزلها في طبق التقديم، طبق تقيل بس عليا. طبعا بما ان احنا داخلين على موسم الرمان نقدر نستعمل مكان الكرامبريز كمان رمان، تبقى حلوه قوي قوي ساعتها. عندنا كذا نوع فاكهه، تفاح ورمان